تنظن أنها كانت نسخة بعد أولا رائعة على جميع المستويات تنظيميا. المغرب أثبت أنه رائد في التنظيم كذلك، متابعة جماهيرية كبيرة، مستوى التقني كان جد متطور، الفرق أصبحت تحسن. تنظن أنه يعني السبب الرئيسي أننا فزنا بهذا الثالث عتوي هو التفكير ديالنا بعد التتويج بكل لقب. فكنحسوا براسنا فاش ما ربحنا الكوب دافريك تنقولوا أنه راه ماشي هنا الحدود ديالنا، ما عندناش الحق نحتفلوا ونفرحوا أكثر من القياس، راه ولاو يعرفونا خصنا نديروا التطوير والجديد. فلذلك كل مرة كانت تجي كيجي شي لقب تنحس براسي أنه ما وصلناش لداكشي اللي بغينا. نتطور نتجدد، وباش تطور وتجدد خصك دير واحد الاجتهاد وعمل مضني وتبحث كيفاش أن الخصوم ديالك ما تفاجئهم في ما هو قادم. بهذا التصور خلانا ناخذوها ثلاثة المرات متابعين، بهذا التصور خلانا ناخذ كذلك لكوب دارب ثلاثة مرات مخار في القوة ديالنا. وخا هذا بيان سور تيجي التوفيق ديال الله سبحانه وتعالى هو الأهم في هادشي كامل. هي الكلمة راه واضحة كتعطي واحد القوة، باور، كتعطي واحد القوة للفريق، قوة إضافية للفريق. فالفريق الفورق تيلعبوا مثلا 4 ضد 4 زائد الحارس، حنا تنحيدوا الحارس وتنعطيو داك القميص للاعب، غير هو خص داك القميص يحمل الرقم ديال داك اللاعب ويلعب معاهم في المباراة، لكن عنده الحق يلعب النصف التالي ديال الهجوم، يعني في النصف ديال الخصم، ما عندوش الحق تلعب معاه في النصف ديال. فهنا هي السيف ذو حدين، يعني هي انت غادي تلعب بواحد العدد زيادة عددية لكن المرمى ديالك راه فارغ. ساعدتني يعني التجربة ثم البحث العلمي ثم الاستفادة من أخطاء الغير ثم الاستفادة من التجارب. هذا فأنا نتعامل مع جميع الأطور اللي تبارك الله عندها هذا النوع ديال البارتاج، وهذا ساعدني باش نخرج بواحد ليدونتيتي، بواحد الطريقة ديال اللعب المغربية اللي لقيت أنه وفي جميع المجالات أنه لا مركزية، الكل يشارك في الهجوم، الكل يشارك في الدفاع، بل أكثر من هذا الكل يشارك في القرار، ندير دي رونيوم، ندير دي زاناليز. هاد الفكر هذا هو اللي خلانا نشوفوا انه فريق رائد على الساحه الافريقيه. فما حاولتش نقل بزاف التجربه البرازيليه ولا الاسبانيه بقدر ما حاولت نلقى واحد الطريقه ولا واحد المنهجيه ديال العمل وديال اللاعب اللي يعني مناسبه للامكانيات ديال اللاعبين. تنظن هذا هو السر. توكلنا على الله، جربناها، الحمد لله. اليوم حنا اللاعبين ديالنا ما غاديش تعرف شكون هو المدافع، شكون هو المهاجم، شكون هو الهداف، شكون هو، كل مرة تيطلع واحد في مباراة عادي من هذه المسألة هذه اللي تنظن كانت فارقة وفارقة بزاف. تنظن أنه هذا تتحي لنا أنه جميع المجالات خاص الشخص ينخرط في كل شيء باش يقدر يحقق هدف ويكون ديال التميز، يكون أفضل من الجميع. بالنسبه ليا كلشي ممكن، فهمتي، واحد الوقت كنقولوا راه كنت نقول مستحيل، دابا كلشي ممكن. كنتظروا كيفاش غتمشي الظروف، خصنا نكون في اتم الجاهزيه، خصنا نشوفوا اللائحه، نشوفوا القرعه، نشوفوا هذا، كلشي ممكن. غير هي لا كوب دي مون ما بقاتش، ما كاين حتى شي سهله. تقول بروميير من الماتش الاول حتى الى سهل ربي الاخر ماتش وابعد نقطه، كلشي الماتشات غيكونوا سيري. ما غنتظروش ديك راه سي لا كوب، راه غن ديما الضغط وديما الاهداف، ولكن خصنا نكونوا في اتم الجاهزيه وفي اذكى استراتيجيه باش ناخذوا نقاط المباريات ان شاء الله.